ويسر فيها أمورنا وفرج فيها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وعالج بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا ومن قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وسخر بها يا رب موازن حسناتنا وأدم بركاتها علينا أتبع نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتعمينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا من زمرته الناجية وحزبه المفلح وانفعنا بمن توت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بني وأخرجنا حرده الأسفار واسقنا بكأس الأوفاء ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجع الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم ما نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن طاعته وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر ولا أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك شغالنا وإلى الخير مآلنا وأقم بزيادة أعمالنا واقضي بسعادة أجالنا أنت ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلى عفوك واعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين الله هو يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها وذبنا في خضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا